الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام إلى هذه الفقرة على موقع جريدة ليبريكو. Attention, si vous avez téléchargé l'une de ces cinq applications, attention, si vous avez téléchargé l'une de ces cinq applications, elles peuvent vider votre compte en banque. Attention, intibah, si vous avez téléchargé, إذا أنتم نزلتم l'une de ces cinq applications, إذا أنتم نزلتم واحدة من هاد الخمس تطبيقات. Si vous avez téléchargé l'une de ces cinq applications, إذا أنتم نزلتم واحدة من هاد الخمس تطبيقات, elles peuvent vider votre compte en banque. إذن هي تستطيع, نتكلم عن التطبيقات, الحقيقة نتكلم عن أشخاص وراء هذه التطبيقات, كأننا هنا نتكلم عن التطبيقات. Elles peuvent, هي تستطيع, vider, أن تفرغ. Vider, أن تفرغ. نقول عن شيء بأنه vide, un verre vide, un pot vide, un seau vide. إذا نتكلم عن هذه الأدوات أنها فارغة. Elles peuvent vider, إذا هي تستطيع أن تفرغ, votre compte en banque, حسابكم في البنك. حسابكم في البنك. Ces applications contiennent un dangereux cheval de Troie. Un dangereux cheval de Troie. Et dans ces applications contiennent, et dans had, التطبيقات contiennent, أنها تحتوي. C'est le verbe contenir. هذا فعل احتوى. Ces applications contiennent, et dans had, التطبيقات أنها تحتوي ماذا؟ Un dangereux cheval de Troie. هي تحتوي حصان طروادة خطير. Cheval de Troie. حصان طروادة. حصان طروادة هذه ترجع إلى قصة قديمة. جيش ما أراد أن يدخل حصنا فلم يستطع. كان هناك جيش يريد الدخول إلى حصن ما فلم يستطع, لأن هذا الحصن قوي ومغلق بشكل محكم. إذا ماذا صنع؟ صنع حصان من خشب وفي وسطه جنود من جنوده. عندما رحل هؤلاء الجنود الذين يحاصرون الحصن, خرج الأشخاص الموجودون داخل الحصن فأدخلوا الحصان الذي أعجبوا به إلى داخل الحصن, ثم خرج منه الجنود المختبئون ففتحوا الباب فدخل الجنود الذين كانوا ينتظرونهم خارجا, وهكذا هزم هذا الحصن. نفس الشيء هنا نتكلم عن تطبيق يبدو بشكل جميل مثير إلى غير ذلك, أنه غير مخيف وكأنه آمن, لكن في الداخل يحتوي جنودا يشكلون خطرا على الهاتف. Ces applications contiennent un dangereux cheval de Troie. إذن طبعا هذه التطبيقات أنها تتضمن حصان طروادة خطير. Les chercheurs en cybersécurité, إذا الباحثون في الأمن السيبراتي, في الأمن الخاص بالشبكة دو لا سوسيتي نيرلانديز, إذا طبعا نتكلم عن هاد الباحثون من الشركة الهولندية تريد فابريك, كما نلاحظ اسم الشركة هو هذا تريد فابريك. فيان دو ماتر اون غارد كونتر ان نوفو لوجيسيال. ماتر اون غارد كونتر يعني حذر من أو حذر ضد شيء. vient de mettre en garde contre un nouveau logiciel malveillant. كما نقول انهم حذروا مؤخرا. vient طبعا لو venir هنا جاء كمساعد. vient de mettre, اذا نتكلم هنا على لو باسي ريسون, نتكلم على الماضي القريب. اذا نستعمل فيه كمساعد لو فيرب venir. venir de mettre يعني ان وضعوا, كما نقول قبل قليل, قبل قليل كما نقول, إذن قبل أيام أو قريبا. vient de mettre en garde contre un nouveau logiciel malveillant, إذن هم حذروا من تطبيق خطير أو حذروا من نظام مالفيون. مالفيون أنه يتضمن فيروسات كي سيفي. طبعا هنا عندنا الفيرب سيفيغ كما نقول انتشر, كما تنتشر النار في الهشيم كما نقول. كي سيفي الذي انتشر سيغ أندرويد, الذي انتشر على الأندرويد, على نظام الأندرويد الذي طبعا تستعمله سامسونج, تستعمله ريدمي, تستعمله ريالمي, تستعمله سوني, تستعمله عدة هواتف أخرى. كي سيفي
سيكوندرويد الذي انتشر في نظام الاندرويد دون جوجل بلاي ستور. هذا الجانب المخصص للتطبيقات il s'agit d'un cheval de Troie. إذن يتعلق الامر بحصان طروادة qui a pris la forme d'application apparemment fiable. Il s'agit d'un cheval de Troie qui a pris la forme d'application apparemment fiable. يتعلق الامر بحصان طروادة كما شرحنا قبل قليل qui a pris la forme d'application apparemment fiable. الذي أخذ شكل qui a pris la forme الذي أخذ شكل عندنا le verbe prendre تصرف في الباسي كومبوزي qui a pris الذي أخذ la forme d'application شكل تطبيق apparemment هذه تجي من فعل apparaître يعني ظهر أو بدا apparemment fiable كما نقول موثوق صادق أنه صحيح هو تظهر بواحد الشكل صحيح بواحد الشكل موثوق en contournant les mesures de protection du magasin en contournant les mesures de protection du magasin يعني أنه تتجنب en contournant كما نقول بأنه يتجنب les mesures de protection du magasin تقدر يخدع les mesures يعني كما نقول القياسات ولكن المقصود بها هنا تدابير de protection تدابير الحماية في magasin الخاصة بهذه المحطة أو بهذا الجانب الخاص بالتطبيقات طبعا الذي تخصصه جوجل للأندرويد هو يخدع هاد الميكانيزمات هو يخدع التدابير التي تحيطها بها لو ماغازا كما نقول مرآب دي سنتين دو ميليي دو بيرسون اون نون ديجا ايتي فيكتيم اون اوروب اذا المئات الالاف من الاشخاص اون نون ايتي ديجا فيكتيم اون اوروب كانوا له ضحايا في اوروبا اون نون ديجا ايتي يعني انهم كانوا له من قبل فيكتيم كانوا ضحايا اون اوروب يعني في اوروبا هناك اشخاص كثيرون طبعا اصيبوا بهذا الفيروس فادوا الثمن سو شوفال دو تخوا اي طون رياليتي ديجا كوني اذا هاد حصان طروادة اي طون رياليتي هو في الحقيقه ديجا كوني انه معروف من قبل يعني انه كان معروفا سو لو نو دو شارك بوت كان معروفا بهذا الاسم اذا وجدت هذا الاسم طبعا عليك الا تنزله لانه يشكل خطر عليك سولونو دو شاك بوت اذا هو كان بهذا الاسم اللوجيسيال مالفايون اذا نتكلم عن برنامج كما نقول خبيث تري ريبوندي دون لو موند انه جد مشهور في العالم تري ريبوندي انه جد متردد كما نقول انه مشهور دون لو موند في العالم اي دون لوبجيكتيف اي دو سابروبريي فو كوردوني بانكير اي دون لوبجيكتيف والذي هدفه كما نقول هنا والذي الهدف ولكن المقصود هنا والذي هدفه هدف هذا البرنامج الخبيث هو اي دو سابروبريي هو ان يمتلك احيانا نتكلم عن لو بروبريتير لو بروبريتير يعني المالك اذا لو بروبريتير المالك اذا نتكلم هنا على لو فيرب سابروبريي يعني امتلك لنفسه كما نقول امتلك لنفسه والذي هدفه هو أن يمتلك لنفسه يمتلك ماذا؟ vos coordonnées bancaires vos coordonnées bancaires إذن هو أن يمتلك وحداتياتك البنكية شنو هي الوحداتيات؟ طبعا الوحداتيات كما تنعرفوا في واحد المعلم أو على الأرض مثلا هي باش تنعرفوا واحد النقطة أو واحد المكان في واحد الموضع معين من خلال هاد لي كوردوني من خلال قياسات الافاصيل والاراتيب يعني تنعرفوا المكان ديال واحد النقطه يعني تنعرفوها تحديدا بان هاد القياسات هي تتعني فقط هاد النقطه مثلا تنعرفوا بان واحد النقطه معينه واحد البلد معين على الخط طول مثلا 36 وعلى خط الارض مثلا 22 تنعرفوا بأنه المكان فلان تنعرفوا بأنه البلد فلان تنعرفوا بأنه هو هذا البلد دون غيره إذن هنا طبعا الهدف من هذا البرنامج هو أن يتعرف على وحداتياتك البنكية ما معنى هذا؟ معنى هذا هو أن يتعرف على معلوماتك البنكية
التي ستحددك بأنك أنت صاحب الحساب. Et dont l'objectif est de s'approprier de vos coordonnées bancaires. والذي هدفه أن يمتلك vos coordonnées bancaires. كما نقول معلوماتك البنكية. ولكن كما قلنا بأن الكوردوني أصلا تتقال القياسات التي تتعطى لتحديد واحد البلد أو تحديد نقطة. Ce n'est pas la première fois que chaque bot se faufile dans la boutique officielle de Google. ليست المرة الأولى كشابوت بأن هذا البرنامج سوفوفيل أنه يتخلل كما نقول سوفوفيل عندنا لو فيرب سوفوفيلي كما نقول أنه يتسرب دون لابوتيك دون لابوتيك إلى دكان أوفيسيال إلى الدكان الرسمي دو جوجل لجوجل نتكلم طبعا على جوجل بلاي مي سيت فوا ولكن هذه المرة لي ريسبونسابل سو سون سيرباسي Les responsables se sont surpassés. ولكن هذه المرة المسؤولون se sont surpassés. أنهم تجوزوا. أنه تم تجاوزهم. يعني أن هذا البرنامج تم ترقيته أن استطاعت أن تتجاوز هذه الاحتياطات التي قام بها المسؤولون. Les responsables se sont surpassés. إذا المسؤولون هنا أنهم تجوزوا. pour cacher les intentions malveillantes du programme. إذن أنه تم تجاوزهم pour passer. تم تجاوزهم طبعا كما قلنا بتقنية برمجية. من أجل ماذا؟ pour cacher من أجل إخفاء les intentions النوايا طبعا l'intention مقصود بالنية les intentions النوايا malveillantes الخبيثة du programme للبرنامج. إذن هذا البرنامج تم تجهيزه بتقنيات عالية تجاوزت الحماية التي يقوم بها مسؤول دكان البرامج الخاصة بالأندرويد من شركة جوجل إكسبليك تريد فابريك إذن يشرح تريد فابريك هذا شخص مختص في البرمجية طبعا ويقول هذا الكلام يقول بأن هذا البرنامج لم يستطع الدخول إلى هذا الدكان إلا بواسطة تقنية التي تم تطويره بها حتى انتصر كما نقول على حماية هاد الدكان دون ليفي في الواقع كما نقول لو بروغرام اوفر اون فوس باج دو جوجل بلاي اذا هذا البرنامج يفتح لك اون فوس باج يفتح لك صفحة مغلوطة صفحة مزورة لجوجل بلاي وكأنك تظن بأن جوجل بلاي هو الذي يفتح لك هذه الصفحة فتثق فيها طبعا كي كونتي هذه الصفحة كي كونتي التي تتضمن دي زانفورماسيون ايروني سور لي زيفالياسيون سور لي زيفالياسيون اي لو نومبر دو تيليشارجمون هذا البرنامج يفتح لك صفحة خاطئة صفحة مغلوطة صفحة مزورة دي جوجل بلاي لي جوجل بلاي طبعا هذه الصفحة كي كونتي دي زانفورماسيون ايروني والتي تتضمن معلومات مغلوطة سور لي زيفالياسيون حول التقييمات إذن هو غيعطيك واحد المعلومات حول تقييمات يعطيك واحد القيم اي لو نومبر دو تيليشارجمون ثم تعطيك عدد التنزيلات ثم يعطيك عدد التنزيلات اي لو نومبر دو تيليشارجمون تعطيك شحال مره تنزل هذا البرنامج انفيتونسي داعيا هكذا إذن ملي تيقول لك بان هذا البرنامج راه تنزل جوج المليون المرات مثلا يدعوك أيضا أنت لتنزله invitant ainsi l'utilisateur داعيا هكذا المستعمل يعني مستعمل هذا الهاتف à effectuer une mise à jour أنه يدعوك لتنجز à effectuer يدعوك لتنجز une mise à jour يدعوك لتقوم ب mise à jour تنعرف بأن la mise à jour أنك تحدث برنامج أنك تجعل برنامج حديثا البرنامج تيكون على واحد هذا البرنامج تيكون في واحد الحدود طبعا هاد المطورون يصلون إلى تطويرات أخرى فيبعثون لك بتحديث البرنامج حتى يصل إلى المستوى الذي وصلوه إذن طبعا هاد البرنامج أيضا يقترح عليك هذا الأمر يقترح عليك أن تحدث برنامج وكأنه من جوجل سيلور إنه حينئذ سيلور وهنا المصيدة
وهنا ستكون المصيدة، المصيدة ستكون عند التحديث. في الحقيقة لن يكون تحديثا، هو تنزيل لهذا البرنامج سلوغ دو ست ميزاجور. إنه أثناء هذا التحديث كوليبيغات بأن المخترقون بخان لكوموند، أنهم يأخذون أدوات التحكم كما نقول لكوموند، أنهم يأخذون التحكم سيغتو لي دوني، وخاصة المعطيات، أنهم يحصلون على المعطيات المتعلقة بك دو فوتر تليفون لهاتفك. طبعا لن أكمل الموضوع حتى لا أطيل، إذا الموضوع سأضعه تحت هذا الفيديو. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.